هذا وشهدت بطولة العالم للغطس العالي إشادات واسعة من المشاركين والحضور بالتنظيم الدقيق والاهتمام الكبير باستضافة هذا الحدث الرياضي العالمي. نعم، وهو ما يؤكد تميز مملكة البحرين في تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات في مختلف المجالات لا سيما الرياضية منها. دائما ما تقام البطولات العالمية على أرض مملكة البحرين وسط مستويات عالية من التنظيم والجهود والخطط الممنهجة، ومنها بطولة العالم للغطس العالي التي أقيمت فعالياتها بالقرب من أشهر المعالم السياحية والعمرانية في المنامة وخليج البحرين المطلة على البحر، حيث تم بناء منصة فوق الجسر المطل على بحرين هاربور لمشاهدة أفضل غطاسي العالم من ارتفاع 27 مترا للرجال و20 مترا للسيدات. أحببت التواجد هنا، ومن الرائع رؤية الحدث بشكل مباشر. كنت قد رأيته على مواقع التواصل الاجتماعي، فشعرت فورا بالرغبة للمجيء لرؤية هذا الحدث، وأود أن أحد من الغطاسين من إنجلترا يفوز، وذلك لأن أصولي ترجع إلى هناك. وبلغ عدد الغطاسين المشاركين في البطولة 40 غطاسا وغطاسة يمثلون 16 دولة، وتمثل البطولة أهمية كبيرة لكونها مؤهلة لدورة الألعاب المائية في سنغافورة 2025. إن الحدث رائع جدا وعظيم جدا، وإن مثل هذه الرياضات تقام في البحرين، وأتمنى رؤية نتائج جيدة من المشاركين البريطانيين. إن احتضان مملكة البحرين لهذا الحدث يعتبر امتداداً للجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية في تنظيم كبرى البطولات الرياضية، ومن بينها رياضة الغطس العالي التي تعد واحدة من أهم الرياضات التي تحظى بشعبية كبيرة، وذلك بهدف تعزيز السياحة الرياضية والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة البحرين كوجهة مميزة لأكبر البطولات الرياضية في العالم.